كوبايتين دقيق، نص كوباية سميد ناعم، نص كوباية من السكر الباودر، عندي معلقتين كبار من اللبن الباودر، بيضة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ربع كوب جوز هند ناعم، ربع كوب زيت، رشة ملح، كوب إلا ربع من الزبدة. على الوجه بنحط صفار بيض معاه معلقتين من الحليب وندهن بيه رموش الست. السيرب بتاع رموش الست بيكون سيرب يعني ممكن نقول متوسط إلى خفيف شوية، بيكون كوبايتين سكر عليهم كوب وربع مية، عصير ليمونة، معلقة صغيرة من الفانيليا. يلا بينا نجيب المضرب الكهرباء ونحط الزبدة والسكر الباودر، ننزل بس كل كمية الزبدة نضرب الزبدة والسكر الباودر هنزل بالبيضة كده، تمام ضربنا كل الحاجات دي كويس قوي والقوام بقى كريمي. عندي بقى شويه مواد جافه هحطها على بعض، الدقيق العادي وجوز الهند ودقيق السميد. الدقيق العادي يبقى منخول، البيضه ما تبقاش ساقعه، خدي بالك البيضه لو ساقعه هتعمل لنا مشاكل. الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. نحط الدقيق، هنحط دقيق السميد، اللبن الباودر. اللبن الباودر كمان ممكن جدا تديله تشويحة على النار تحمصيه بيبقى لذيذ قوي. جوز الهند والبيكنج باودر. تعالوا ننزل بقى بكل المواد الجافة بتاعتنا كده اللي حطيناها على بعض، نقلب. نقلب او نعجن مش هيفرق، عايزه تعجني بايديكي اعجني بايديكي زي ما انا هعمل كده. حط الزيت لا هحطه حالا، هنحط الزيت كده 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 ونعمل كده. بصي بقى لمي بس كل اللي هنا واللي هنا كده اهو كده اهو، لمينا العجينه وبعدين نبتدي نشكل. يلا بينا طبعا الاشكال بتاعت رموش الست يعني ايه كتيره، انا بحب المدوره جدا بتبقى لذيذه وسهله. عيون الست لا دي جديده، دي جديده دي. مش عارفة أنا مش فاكرة شكل العينين ده بيجي ازاي. بصوا الشكل ده مثلا ده ايه ايه. انا بحب المدورة جدا، انا ما عنديش اي مشكلة مع المدورة.
فممكن تعملوها ايه؟ يلا نطلع فاصل. بصوا طيب، بصوا على احنا بنشكل ايه؟ نعملها صوابع صغنطوطه كده كده، وممكن ايه تقومي انت، بس انا عشان الجلافز ملزق تقومي انت عامله الشكل ده كده كده اهو. باقي انهي خطوه بقى دلوقتي؟ باقي خطوه ان انا احط البيض على الحليب واعمل الوجه، ادهن الوجه. والله احنا عملناها شكل ايه، مدي على شكل شويه ايه كون كده يعني. يلا بينا، الرز استوى والصلصه استوت والشوربه تمام، واكلنا تقريبا جاهز دلوقتي للغرف. نحط بس دول على بعض. ممكن ايه تاتش فانيليا كده لذيذ يتحط عليها لو حد بيتضايق من صفار البيض. البياض الصفار مع اللبن بيدي لون معقول، ما بيبقاش اللون غامق قوي. وبالراحه، انا مش هدهن كل حاجه، انا بس بقولك بالراحه تقومي ايه مديه كده وش، ممكن تقومي كمان عامله بالشوكه شكل لو انت عايزه، وتدخلي على فرن درجه حرارته 180 لحد ما تستوي. ودي تقريبا بتاخد حوالي 12 دقيقه 14 دقيقه على حسب فرنك، بس تدهني كده 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 وخلاص. تطلع هي سخنه وبرده بينزل عليها شربات سخن او دافي.